يعيش النازحون في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة ظروفاً غاية في الصعوبة والقسوة. ست عائلات فلسطينية لجأت إلى مزرعة للدواجن شرق مدينة رفح بحثاً عن ملاذ آمن بعدما نزحت من حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة بفعل النيران وقذائف جيش الاحتلال المدمرة. عائلة الشاب مهدي حنون إحدى العائلات الست التي لجأت للاحتماء داخل المزرعة ترى أن العيش داخل هذا المكان المخصص للطيور والدواجن يمثل أدنى مستويات الحياة البشرية. شعور صعب أنك تكون أنت كإنسان ومن فرقش حالك بين إنسان وبين الدواجن والطيور، تنام مع قفص دواجن دجاج وطيور. ففي عندنا أخوي بعاني من الربو، أمي بتعاني من صداع نصفي وأنا بعاني من الربو. حياة صعبة كتير، خاصة تصير أمطار اشتعلنا المكان كله بيغرق، محدش بينام، بضلنا على القفص عند الاولاد الصغار. القفص هذه بتأذي الاطفال المحايف. اما مريم الادهم فتسكن في شاحنه اتخذتها ملجا مع عائلتها النازحه الى مدينه رفح، حيث يتكدس افراد العائله العشره داخل هذه الشاحنه الضيقه في ظل انعدام المساكن والخيم ومراكز الايواء وضيق سبل العيش. انا عايشه هنا في شحن ناس قعدت فيه، لأنه أنا ما قدرتش إني أشتري أعمل خيمة. يعني في ناس أجوا معنا عملوا خيمة كلفتهم الخيمة أكثر من 1500 شيكل، ويعني كمان في المطر في الريح طارن. أنا بعرف خيم طارن في المطر وفي الريح اللي أجا قبل يومين وسقعة. ويأمل هؤلاء النازحون وقف العدوان على غزة والعودة إلى منازلهم ومناطقهم التي نزحوا منها، بالرغم من حجم الدمار الكبير الذي خلفته آلة الاحتلال في أغلب مناطق قطاع غزة.